Yeah.
الخير ما دام هذا الشباب يؤدون بهذه البراعه، وما دام كذلك بيت الشعر اقتحم هذا البلد وابى ان يحيي هذه الليله ليله الملحوظ هنا بمدينه مكناس بشراكه مع المديريه الاقليميه لوزاره الثقافه بمكناس. تحيه لبيت الشعر وتحيه للمديريه الاقليميه لوزاره الثقافه. بعد ان استمتعنا بهذا الاداء الرائع نستمتع اليوم والان بالملحوظ بصيغه المؤنث. الملحوظ بصيغه المؤنث كما قال قبل قليل الاستاذ عبد الجيد الديش في المحاضره التي كانت تحت عنوان شعريه الملحوظ بين نظم الانشاد، قال على ان اقتحام العنصر النسوي لفن الملحوظ وللاداب في فن الملحوظ اعطى بهاء وجمالا ورونقا وكذلك لمسه فنيه رائعه انتعش معها الملحوظ. استقبلوا معي جميعا فنانه رائعه، فنانه راقيه سلوكا اخلاقا واداء، انها الفنانه فاطمه حامد.